اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. البيت الكبير هو بيت كل الاهلاويه الحقيقه، زي ما حضراتكم عارفين وزي ما انتم متعودين مننا وزي ما دايما بنتكلم في الكوره. هنتكلم النهارده في حوار مختلف، حوار زي ما قلت لحضراتكم عن كره القدم ولكن مختلف وبرؤيه مختلفه. احد الفنانين الكبار اللي عندهم رصيد كبير الحقيقه في قلوب كل الناس الحقيقه، اهلاوي من العيار الثقيل. خليني ارحب بالفنان الكبير احمد وفيق في البيت الكبير. ازيك يا نجم؟ اهلا بيك، شرف ومنور. نورك منور. سعداء جدا بوجودك معانا النهارده في حوار ان شاء الله يكون مختلف. ان شاء الله في بيتنا في الاهلي اكيد هيبقى حاجه حلوه. اولا انت يعني انا عرفت ان انت اهلاوي كبير جدا جدا. ايه الاخبار؟ الحمد لله في يعني يعني بعيش نشوه النجاح في الاهلي. بعيش نشوه نجاح الاهلي طبعا خلال هذه الفتره. يعني من حقك انك تترسم بقى. تترسم بزي طول عمرنا مرسومين، بس السنه دي سنه حلوه على الاهلاويه، على الرياضه المصريه، لان اكيد اي نجاح للاهلي طبعا نجاحات الاهلي دايما تبقى محليه ودوليه، فاكيد بيبقى برضه خير على مصر برضه يعني. وبما اننا بنتكلم عن نجاحات الاهلي خلينا نطلع نشوف تقرير بسيط كده عن النجم احمد وفيق ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طبعا مشوار كبير جدا ولكن احنا عاملين حاجه بسيطه جدا لهذا النجم الكبير، وانا عارف ان انت بتصور خلال هذه، يعني انا بشكرك جدا الحقيقه اللي انت يعني اختصتنا بوجودك معانا في هذه الفتره الصعبه. انا عارف ان انت خلصت لسه مخلص امبارح. لسه مخلص تصوير الفيلم امبارح ان شاء الله. فيلم جديد يعني. فيلم كبير، فيلم اهل الكهف، بيشارك فيه مجموعه كبيره من نجوم مصر، بتصور في مصر وفي المغرب وفي بعض الدول. ده لفه يعني. فيلم تاريخي، فيلم كبير يعني، بيحكي عن اهل الكهف، متماخذه عن قصه وروايه توفيق الحكيم، وكتب لها السيناريو ايمن بهجت قمر واخراج استاذ عمرو عرف. ايمن عبقري واهلاوي كبير خلينا. طبعا. عرفت اكيد طبعا. لا عارف وعندي على الفيسبوك يعني على عامل اهلاوي اهلاوي يعني من قلبه اصلي. عندك حاجه في رمضان ان شاء الله كالعاده يعني؟ احنا دايما لا احنا الموسم الرمضاني الجديد لسه ما يعني ما لسه ما لسه لسه يعني لسه شويه كمان على ما نبتدي والله تظهر. لسه بدري الوقت ده قبل رمضان على طول. الوقت كله كلام بقى. ايه رايك تبقى معانا السنه دي؟ بتبقى في المشروع الفلاني، طب ابعت لك حاجات تقرا كده يعني، بتبقى مناوشات وبعد كده تخش في الجد بقى. الاهلي السنه اللي فاتت زي ما حضرتك قلت ان احنا كسبنا 5 بطولات، كل البطولات اللي دخلناها كسبناها. خليني ابدا معاك بالدوري ابطال افريقيا. المباراه دي مباراه من المباريات الصعبه جدا جدا للنادي الاهلي. هل كنت متوقع ان الاهلي يكسب اولا هذه المباراه في ظل التعادل هنا، او ان احنا كسبنا 2-1 هنا فقط، وبالتالي مباراه كانت صعبه في نفس الوقت؟ كنت بتتفرج على الماتش ده فين؟ انا كنت هنا اعتقد كنت في البيت يوم. مصادفه. بتتفرج لوحدك ولا دايما مع اصحابك مع اهلك؟ احيانا ايامي احنا دايما قبل كده بنتلم كلنا مجموعه، بس المره دي كنت انا لوحدي من القلق. لما اكون قلقان بتبقى انا قاعد لوحدي بقى. القلق بتقعد لوحدك، ما بتلموش بعض وتقعدوا. مش قلق ان نخسر الماتش يعني، ببقى مش يعني يا رب البطوله دي ما تروحش. بس الكلام ده حقيقي يعني؟ هل انت بتبقى قلقان بجد؟ يعني بتقعد طول النهار مثلا تفكر في الماتش معلش ما انا فاهم طبعا، لكن انا عايز الناس اللي تعرف هذا الكلام. لا ده اكيد يعني. بص خصوصا الماتشات المصريه والماتشات الكبيره وافريقيا دي، خلاص احنا يعني ملقبين في كل الدول ان احنا ملوك افريقيا دي. ما حدش بيتكلم فيها يعني، ما حدش بيناقش. اي دوله رحتها في عربيه او في افريقيا كله عارف مقام الاهلي. الماتش ده وكنت متوقع ان احنا هنغلب، ان احنا هنفوز. أوكي. يعني المفاجاه بالنسبه لي دخل فينا جون. قلقي من النهائي، انا كنت خايف ان اللعيبه يخرجوا عن تركيزهم ويبتدوا يفكروا ان هم 2-1 بس. لكن ثقت انا زي ما ثقت الجمهور في اللعيبه دول وفي المدرب، كانت ثقه كبيره. عجبك كولر؟ يا ده فاكهه مصر دلوقتي والله، ده فكت الاهلاويه. ايه الفرق اللي يعني ايه اللي يخليك تقول ايه الكلمه يعني لما انت ما فكرتش؟ لا رود كولر وهو داخل اول فيديو له وهو داخل النادي الاهلي وهو ماشي في الممر كده، انا حبيته واعتقد الاهلاويه كله. دمه خفيف، في ابتسامه كده، واحنا انت عارف المصريين يحبوا اللي دمه خفيف بكل انتماءاتهم. فالراجل داخل بابتسامه شبهنا قوي، ابتسامه فيها تدي ثقه، وواضح قوي ان عنده ثقه في نفسه يعني. وبعدين كان قبلها الاختيارات ما كانتش موفقه، فكنت شايف ان ما اعتقدش بقى ان دي القفله، الراجل ده هيقفلها.
مع بدايه الشغل بدا يبان ان الراجل ده عنده حاجه هيديها للاهلي، مش مجرد مدرب هيعدي. في مدربين كده اللي بيجوا يضيفوا زي مانويل جوزيه، زي انا حضرت ايدوكوتي وكالوتشاي على فكره وانا طفل، كنت يعني اللي هو كنت عارف ان ايدوكوتي كان نجم بالنسبه لنا برضه احنا صغير اطفال كده نسمع عن ايدوكوتي. في ده حسيت ان هو هيضيف حاجه وبان بعد كده على اللعيبه. في لعيبه الجمهور كان بيقول لك لا كده انتوا مش مستوى الاهلي، مع احترامنا لمستواهم اصل شايفينهم مستوى، بس بدأ نحس ان هم بدأوا يفلتوا. كولر رجعهم وخلوهم نجوم اقوى مما كانوا على فكره. الماتش بتاع اللي كان في النهائي بقى اللي في المغرب، انا كنت قلقي كله من كنت تروح المغرب اعتقد. انا بروح المغرب كتير. انا رحت بعد الماتش، بعد الماتش على طول، بعد الماتش باسبوع ب 10 ايام كنت بحكم في مهرجان كازابلانكا لفيلم العرب. قلت لو اللعيبه ركزوا من ان هم 2-1 والجمهور وان الحكم احتمال يبقى علينا بحكم الطبع يعني الضغط الجمهور، قلت لو اللعيبه فكروا في ده انا هيضيع الماتش. هيضيع الماتش. وقلقت فعلا لما لقيت 2 من نجوم الاهلي بداوا يسخنوا. مش الاهلي بقى ده كده، انا قلت يا رب تحصل حاجه تنزل من عند ربنا الناس دي تهدى عشان نغلب. لكن لما جه فينا الجون بدري انا اطمنت. اطمنت؟ اوكي. دي ميزه في الاهلي على فكره. الاهلي حطه تحت ضغط اللي هو اعلى حاجه. مش ضغط عادي. مش ضغط عادي، لا حطه تحت اعلى ضغط اللي هو قابله في القطر، يعني خلي القطر يجي له في وشه هتلاقيه بقى عمل احلى شغل. هتلاقيه عمل شغل. وبعدين جه بدري فكده خلاص الاهلاويه في انا متاكد ان هم هيقول لك لا يا جماعه يا قتل يا مقتول يلا نخلص الماتش ده. يعني اتغلب 7 يعني ناخد الكاس يعني. هينزلوا بالمنطق ده وده اللي حصل. ده اللي حصل ان احنا قدرنا نكسب. دي اللي كانوا جايبين لك اللقطات بتاعت كولر يعني او وبعدين انك بتلاعب فريق كبير برضو، فريق الوداد فريق كبير يعني، وهم من الفرق يعني في المغرب عارفين قيمه الاهلي قوي والله. مقدرين الاهلي. عارفين ان هو فريق كبير وبيتعاملوا مع من منطق ان هو 2 كبار بيلعبوا بعض. انا عارف انت ليك اصدقاء كتير في المغرب بيتكلموا عن بتتكلموا في الكوره وبتتكلموا عن بتكلم في الكوره. انا اصلا يعني انا مثلا يعني الفريق اللي انا بعمل له في المغرب هو الرجاء مش الوداد، مع ان الوداد معظم اصحابي من الوداد. بس اول ما اتعرفت كان معظم اصحابي اللي في الاول رجاء، كانوا من الرجاء. فبقيت بس دايما في البطولات يعني ببقى متعاطف مع الوداد والرجاء في اي بطوله بره، سواء في الدوله العربيه في البطوله العربيه لما بيلعبوا مع فرق تانية في افريقيا. يعني شايفها المغرب كويره برضه. يعني طبعا المغرب بلد المغرب كبير، فريق كوره عندهم دايما عندهم سكواد حلو سواء خدوا بطولات او ما خدوش. يعني مظبوط. يعني اعلى سكواد كان في المغرب في اكتر من فتره ما كانش بياخد حاجه. يعني السنه اللي في كاس العالم اللي فات طبعا. بس عايز اقول لك ما كان في قبل كده فرق للمنتخب المغرب لا طبعا اسطوريه يعني اللي هو الطبيعي انها تاخد كل البطولات بس ما حققتش. لكن الحمد لله يعني ان هم في كاس العالم شرفونا يعني. ايه سطلانه الناس بتفكر فيها ازاي في المغرب؟ سطلانه ايه ده حلو. شوف دي ده هديه من بعض اصدقائي في المغرب عشان كانوا شايفين تفاعلي في تشجيع المغرب على السوشيال ميديا وتنبأت بمعظم المباريات على فكره. وتنبأت للمربع الذهبي وكله كان بيتم فكانوا باعتين لي دي. ما نسونيش في الاحتفال هديه من المغرب مع رساله شكر الحبيب ديالنا. وانا بقول لكم كان احمق عليكم دي. كان احمق عليكم. كان احمق. كان احمق عليكم. يعني ايه كان احمق؟ يعني نحبكم يعني. نحبكم يعني. نموت عليكم يعني كده. السطلانه يعني كل العالم بيحب سطلانه. يعني في المغرب كله بيسمع سطلانه. سبحان الله. لان جمهور الوداد بيسمعها، جمهور الرجاء الوداد بيسمعها؟ جمهور الوداد الموضوع بالنسبه لهم هي اغنيه حلوه وعجبتهم. يعني هم مش بتفكروا بالماتش ولا حاجه. لا 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 اذا كان في حد زعلان من سطلانه هتلاقيه عندنا في مصر بس. ايوه صح. يعني والله صح. تخيل. ده حقيقه. انا مثلا بس ما اعرفش في المغرب. انا لحد اخر كتيريا دخلتها قبل ما اطلع المطار انا اول ما دخلت قعدت او مشغلين سطلانه. في المغرب؟ اوكي. فطريق اللي ماسك المحل وبتاع وبيشجع الوداد من المجرمين بتوع الوداد يعني. مبسوط يعني بيحب الوداد جدا. هم بيحبوا الاغنيه وهم بص هم شعب بيحبنا وعارفين ان احنا بنحبهم. فحتى هتلاقي ان يعني اول مره يبقى في سخونيه في الماتشات هي الماتشات دي. طول عمرنا مع المغرب سواء منتخبات او انديه
بتلاقي الدنيا لذيذه يعني. هم بيحبونا وعارفين في نفس الوقت ان احنا هم بالنسبه لنا حاجه حلوه بنحبها. طبعا احنا بنحب المغرب جدا وكل يعني انا من الماتشات اللي انا يعني بحبها جدا ماتشات اي حاجه في المغرب بتلعبها بتبقى ماتشات حلوه جدا. فسطلنا بالنسبه لهم اغنيه بقت ترند حبينها يعني. مش شايفينها مش بيغزوا مش يعني هم شافوها مش بيغزوا بيها بعض يعني. فريق بيحتفل باغنيه عجبتهم وجت مصادفه وما فيهاش اي كلمه تجرح حد تاني. صحيح. وحاجه خاصه بالمصريين ده وهم المغاربه عارفين ان المصريين دمهم خفيف وغاويين تهريج فشايفين ان ده حاجه فاني من المصريين يعني. بس كده مش لا ده اغنيه حلوه وخدت ترند هناك بقول لك كل الانتباه بتسمعها يعني. احمد البهجه واحد من اللاعبين الكبار في المنتخب المغربي وفي الدوري السعودي وفي الكره المغربيه اعتقد ان انتم مواليد سنه واحده على ما مواليدين في نفس السنه ومن الاصدقاء القريبين منك جدا. جدا كابتن احمد الباجه ومن الجيل الذهبي طبعا. طبعا من اللي علمه علينا في المنتخب لو تفتكر جول مصطفى حجي ده حجي هو اللي رفعه هو اللي عامله هو اللي رفعه فعندك صداقات كثيره يعني في الوسط الكروي يعني القروي. لا هو احمد عشان احنا اتعرفنا على بعض وتقابلنا وتناقشنا كتير في الكوره لكن قبل كده بحكم حبي للعبقري عزيز بودربالة كابتن عزيز بودربالة كان ده من اللعيبه اللي انا بعشقه والمصريين كلهم حبوه في طبعا. حصل قبل كده بينه مكالمه تليفونيه لانه كان ممثل وبقى في المجال الفني شويه برضه. انت كنت بتتكلم دلوقتي على هيديكوتي ويبقى اذا لما تيجي تتكلم على هيديكوتي يبقى انت من الجيل اللي شاف كابتن محمود الخطيب وهو بيلعب اللي شاف كابتن مصطفى عبده وهو بيلعب اللي شاف النجوم الكبيره دي. انا بدات يعني بدات شغف بالكره من عند 4 5 سنين مثلا. هقول لك مثلا انا بقيت اهلاوي ازاي ازاي يعني ما فيش حد بيتولد يختار ما انت انت مش عارف حاجات. انا كان جيراني عباره عن تحس ان في المنصوره الشقه اللي جنبي واحنا اطفال بس كانوا هم كبار عننا تحس ان انت قاعد مع مجلس اداره الاهلي. يعني او هم دول اللي انشاوا الاهلي. بجد البيت عباره عن اهلي وصور الاهلي الام والاب لغايه دلوقتي ولا؟ طبعا لحد اصغر. عايزين نبقى نروح نصورهم والله. لحد اصغر حد كلهم الاهلي 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 الاهلي. بس علاقتي بدات بالتشجيع بالاهلي كان كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب انا بالنسبه لي اثر في جيل كبير الحقيقه. لا ما لازم نعترف إن 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 النجوم الكبار والظواهر الكروية بتزود شعبية النوادي. طبعا. يعني يعني مش يعني الجمهور بيعمل النادي وبيساهم بقى اللعيبة بنجوميتهم وحب الجمهور ليهم. أخلاقهم وأخلاقهم الناس يعني الكابتن الخطيب ده يوم اعتزاله أنا قعدت لي فترة اكتئاب. مش عايز أتفرج على الكورة. أنا الكورة انتهت بالنسبة كنت كان سنه صغير قوي برضه. فاللي هو بالنسبة لي وبقيت اقول لازم يعني الشهر الجاي لازم بقى يعينوا رئيس نادي الاهلي علشان انا ارتاح نفسيا. ده كان دماغي كده. وفضل يعني من احلامي للاهلي ان اشوف الكابتن خطيب رئيس نادي الاهلي. من احلامك كمشجع هنا كمشجع للاهلي كمشجع وكمحب ومحب للكابتن خطيب. كابتن محمود الخطيب انا بالنسبه لي هو موضوع كده. ده بقى اللي خلاني اتعلقت بالاهلي. ما انت بيبوي على الخطيب يعني 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 النادي الاهلي ونجمها. انا حضرت ماتش للنادي الاهلي مش عارف كان اعتقد كان كنت صغير برضه كان في المحله او المنصوره مش فاكر. كان يعني كان يا اما كانوا بيلعبوا المنصوره يا اما بيلعبوا المحله جنب المنصوره يعني. الكابتن خطيب كان احتياطي وسخن يعني كان من اكبر لحظات الرعب في حياتي ان انا بحسب المدرج هيقع من كتر التشجيع. لا الكابتن خطيب كان بتوصل لمرحله ان هو اول ما يباصي باصه يغمز غمزه بالكره. كانت كده يعني كان حاجه برضو كان مش طبيعيه يعني. وكل اللي عصره عارف قيمه الكابتن الخطيب. فتعلقت بالاهلي بقى زياده حتى لما سافرت دول عربيه. كنت بنقي الفريق الاحمر اللي بيلعب لك لابس احمر عشان اشجعه. يعني كنت في قطر وانا في ابتدائي. يعني عايز اقول لك ماتش 4-2 في الكاس ده انا كنت لسه اهلي وزمالك؟ كنت لسه هخش المدرسه. اوكي. وكنت في قطر. كنت بشجعت ايامها ايه بقى الريان عشان بيلبس احمر. بيلبس احمر. يعني كان في هناك عندهم السد طبعا والحاجات الفرق الكبيره دي. انا كنت بشجع الريان. الفريق اللي بيلبس احمر. ما
يعني في الاول السد ده الزعيم عندهم بس لقيت الريان بيلبس احمر وكان في كابتن منصور مفتاح ده كان نجم الخليج اياميها قلت يبقى هو ده كده يعني دايما نظرتي للكره كانت بقت يعني عشان صغير فشايفها باللون الاهلي دايما. بمناسبه بما ان حضرتك من المنصوره، المنصوره يعني من الفرق الكبيره جدا ولكن بيعاني زيه زي معظم الانديه الشعبيه في مصر من الاهمال بقى ما اعرفش من لا حتى المنصوره كمان تدهورت قوي يعني تدهورت لمنطقه انا ما تخيلتش انها تنزل الدرجات دي يعني المنصوره انا حضرت المنصوره كده كان نص يعني كان المنتخب اربعه خمسه من المنصوره كان كابتن سطوحي ثروت فرج سعد صليت بدوي حموده وفي كذا حد اسماء كبيره جدا صحيح كان في مجموعه كده كتير قوي في في المنتخب من المنصور وفجاه وانا صغير كان الكابتن بتاعت الجامعه وكان ابن خالتي كان زميله كنت بقعد اعيط له عشان اروح اتصور مع الكابتن سعد صليت واتصورت معاه وانا صغير يعني هو كنت برضه مهتم بالكوره يعني كنت بحب نادي المنصوره قوي انا دايما منتمي لبلدي قوي في المنصوره حتى اي لعيب من المنصوره بيجي للقاهره سواء بقى لعب للاهلي لزمالك لاي نادي سريان مثلا ياسر ريان يعتبر دفعتي انا برضه ياسر يعتبر يعني نفس السن نفس يعني. السن قريب من السن في بعضها كان كل اللي من المنصوره طبعا بما انك من المنصوره احمد صلاح حسني برضو من الاسماء يعني احمد كان جيلنا احنا يمكن اصغر مني شويه كمان احمد اعتقد اول فيلم عمله معاك او اول مسلسل أو اول مسلسل يعتبر بطوله لاحمد يعني بدور يتقال بقى كنجم كان معايا كنتوا بتتكلموا في الكوره برضو احمد اصلا احمد جميل انا اصلا بحب احمد طبعا هو نجم من نجوم الاهلي فانا اكيد بحبه وكنت بحبه هو شخصيا وعلى المستوى الشخصي هو شخصيه جميله قوي لا احمد قوي مش ممكن لطيف جدا شخصيه محترمه وعنده وفنان على فكره ده ممكن يعني من الحاجات اللي ممكن لو بيلحن وبيغني لا هو عنده روح الفن لا هو احمد جميل والشغل معاه حتى لطيف جدا يعني ممكن تسيب تصوير او حاجه عشان تتفرج على ماتش للاهلي ولا يعني ولا بتستنى تتفرج على الماتش اعاده لا اكافح علشان اغير ميعاد التصوير مع الماتش لكن انا في شغلي ما بغيرش شغلي يعني بتحاول من الاول حقنا انا جدا كامل. في الشغل لا طبعا طبعا يعني كان مثلا احمد فهمي برضو من الاهلاويه الجامدين جدا احمد فهمي فاحمد لما كنا يقول لك لا انا ما مش هقدر يعني لو بيشتغل هو برضو زي كده يقول لك الشغل يعني فلما تيجي تقول لك لا انا هطلع اشوف لا بنبقى انا ببقى في التصوير عايز اتفرج يا جماعه النتيجه ايه واوصيهم لو دخل او النتيجه مش هتعجب ما يجيش يقول لي عشان مودي هيقلب للدرجه دي؟ ايه للدرجه دي؟ ما انت بتشجع فريق ما انت ما لو مش هتهتم بيه للدرجه دي يبقى انت ما بتشجعوش على فكره خلاص بيبقى جزء من تكوينك ونوستالجيا بالنسبه لك انت من طفولتك وهو كل جيل من لعب الكوره انت بتعلق بكل في كل جيل بتعلق بكذا لاعب فيه وبقى بالنسبه لك مصدر سعاده يعني انا عارف ان انت كمان روحك رياضيه يعني وانت في المغرب رحت لطارق كابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك الحقيقه عامل شغل رائع كمدير فني مع فريق اسفي اعتقد اسفي اولمبيك اسفي هو كابتن طارق هناك في المغرب الناس مستحسنه عامل شغل كويس جدا طبعا انا مستغرب انه ما كملش هناك لانه الكل كان بيشيد بيه هناك بس اكيد طبعا هم له ظروف وبقى وكده يعني رحت زرته في هنا زرته ده كانت ليله هناك في المعسكر ليله ماتش التحديد المركز الثالث والرابع هنا خد الرابع المربع الذهبي كان يعني لو كسب ياخد المربع الذهبي اوكي فرحت قلت له انا لازم اشوفك بقى ودي المجموعه دول قدها كابتن الفريق الاولمبيك اسفي رحت زرته كنت ايام التحكيم في المهرجان الروح الرياضيه دي يعني احنا حابينها جدا يعني الفتره دي محتاجين ان احنا نقول للناس نبعد عن التعصب ونبعد عن هو الموضوع زاد قوي يا كابتن اسلام يعني انا بقول لك شو بقول لك انا حبيت الكابتن الخطيب انا شفته بقى وهو بياخد ايد كابتن حسن شحاته وبيجري دي اللقطه اللي معلمه مع الجيل بتاعنا مع جيلنا كله صح والاجيال اللي بعدنا اللي لاحظتها حتى كمان من انا مثلا كابتن حسن شحاته ده يعني
ده نموذج برضو من نماذج الروح الرياضيه في مصر، يعني حاجه كبيره جدا طبعا. فدايما انا شايف ان الموضوع زاد عن حده في الكام سنه الاخيره، وبقت تجاره التعصب. تجاره التعصب، في تجاره في التعصب، في ناس بتتربح من التعصب. وكتبت الكلام ده قبل كده على السوشيال، قلت لهم يا جماعه في متاجره بالتعصب، وده نتائجه مش هتبقى حلوه. ولما يوم ما نقع فيها هنرجع نندم، لان فعلا في ناس بتكسب من ده. ان يعني انا مثلا انا ما بحبش ان انا اي برنامج مهما بدون ذكر اسماء ان انا اجيب واحد اهلاوي وواحد زملكاوي ونقعد بقى نقصف جبهات. انت عايز توصل لي ايه هنا؟ يعني انت عايز توصل للجمهور ايه؟ انت عايز عشان تقعد ايه يا اهلاوي يا جامد يا زملكاوي يا جامد، ونقعد بقى ايه انا اعلي على ده وده يعلي عليه، فانا اثبتت كده ان انا اهلاوي قوي. الكل في هذه اللحظه بيبحث عن الترند مثلا، عن الترند. طبعا انا اخويا الصغير، انا مربيه، اللي انا مربيه، اخويا الصغير اللي عايش معايا ده زملكاوي. اوكي. انا ما عنديش استعداد ان انا احرق دمه ولا اعيب فيه، وبقى زعلان لما بيكون حزين على انه مثلا ماتش خسران او ما خدوش بطوله او او او. يعني كل ده انت مع اخويا، يعني اتعامل بقى مع كل الناس على هم اخواتك، ان انهم زي افرح اخواتك، بفريقك يعني، اتبسط افرح بفريقك. مش شرط ان انا اقعد ألسن على غيري يعني. دي بقى دي الفكره. بس هقول لك حاجه، عارف الحاجات اللطيفه دي يعني بتحصل، لكن ان هي تصل الى لا ما توصلش للاذيه وللشتايم. طبعا طبعا. ان انا اغيظ بعض ده عادي، ده العادي. العادي الطبيعي، الهزار طول عمرنا كده. لكن انا بقول لك انه خلي بالك الكوره زمان او التعصب زمان ما كانش كده. لا هي الجيل بتاع حضرتك والجيل بتاعي والجيل يعني يمكن ده ظهر مع ظهور بعض الاسماء بعينها، وبيختفي لما الاسماء دي بتختفي. خلي بال حضرتك ده كلام واضح ومهم، يعني الكلام ده احنا ما بنعيبش في حد. احنا بنقول الحقيقه الواضحه للناس كلها. لا فجاه بقى عادي انك تشتم. بقت عادي. اولا يعني مثلا في المدرجات يقول لك اصل جمهور الفريق الفلاني او جمهور الفريق الفلاني. لا اللي بيشتم ده بيمثل نفسه، ده حاجه خاصه بتربيته. بتوصل احنا كلنا مصريين عموما يعني. صحيح. اللي بيشتم ده حاجه خاصه بتربيته. اللي بيقل ادبه ده حاجه خاصه بيه هو. هو ايه الادب؟ ما ينفعش ان انت تعممها. لازم يبقى في قانون بقى. هو في قانون بس يبقى يطبق. ما تكلمنيش بقى في الناس يا جماعه وفلان ضغط عشان جمهور الفلاني يخرج والجمهور. لا يا حبيب قلبي، اللي غلط يتحاسب. احنا في بلد في حاجه بنحترم بعض وفي حقوق لكل واحد. صحيح. انا مش ما ينفعش حد يشتمني، واللي يشتم ده يتعاقب. حاجه واحد زائد واحد يساوي اتنين. مش قضيه على فكره. الجمهور لازم يرجع للملاعب. هتقول اصل فلان، لا اتنفذ القانون. الجماهير لازم ترجع بال 100 مليون وبال 120 مليون تاني عشان الكوره يبقى لها طعم وعشان لعيبتنا يلعبوا كوره. ده في لعيبه اللي بيدفع فيهم فلوس يعني اتفاجئوا ان في حاجه اسمها جمهور. صح. احنا قعدوا سنين طويله اتفاجئوا ان في جمهور. ان في ايه ده مش المفروض نلعب في الصاله بتاعت الشقه يعني. فجاه بقى في جمهور. طب لما بتيجي تلعب بره مصر انت عندك بتروح تقابل كل بلد بتشحن جمهورها في ملعبها. طبعا خصوصا لما تيجي تلعب الاهلي مثلا، تلاقي بيبقى فرح يعني. صح. بيبقى حفله. صح. هنلاعب الاهلي. طب انت بقى عندك انت كده بتقصقص ريش لعيبتك، ما بتعودهمش على الضغط. اللاعب من غير زي ما بس للمسرح بيطلع على المسرح كده هو بيمثل خمسه سته قاعدين غير المسرح كله مليان. ده ما ينفعش يمثل، المفروض يقفل الستار ويروح. هيلعب ازاي يعني؟ انت تخيل مثلا هشجعك يا اسلام يا بطل، وانت هتلاقي نفسك انت لو رجليك ده انت لو رجليك فيها مزق هتطلع تجري. والله ده كان بيحصل حقيقي. انا بقول لك عن تجربه. يعني انا في الملعب انا بلعب باك رايت ناحيه اليمين جنب الجمهور، يعني انا ايه الشتيمه تيجي في وداني، لما الجمهور يشجعك ويأذرك بيجي في ودانك كل بالزبط. حاجه. الايام بتاعتنا احنا كانت ايام بصراحه بيبقى الاستاد 120,000 يعني. استاد القاهره ده لما كان ماتش اهلي وزمالك مثلا تلاقي 120,000 اهلاوي موجودين، 100,000 اهلاوي موجودين بيشجعوك. فافتكر مثلا ماتش 4-3 في نهائي كاس مصر، اسامه حسني جاب جونين. في الماتش ده في اخر دقيقه انت متعادل مع نادي زمالك في اخر دقيقه في الشوط الثاني، تعادلت ولعبت اكسترا تايم قدرت تكسب، دخل فيك جون جبت التعادل وبعدين قدرت تكسب 4-3.
قوه النادي الاهلي في جمهوره الحقيقه. انا بيصعب عليا لعيبه الكره وهما بيلعبوا من غير جمهور. انا قاعد اقول طب ده جايب نفسي يلعب منين؟ طب هو بيسخن كده ده نازل كانه رايح للشغل، يعني انا رايح فين؟ رايح بس عندي ماتش هروح اخلص بسرعه واجي. يعني هنجز الماتش ده بسرعه واجي لكم يعني. فين الباور بقى؟ هتقول انا عشان اتربينا على ان الكوره جمهور واستادات بتوقع علينا وحاجه كده. ايه موضوع انت بتشجع مارسيليا برضو ده؟ من الحاجات اللي برضو مش غريبه. لان انا مقيم بين مصر وفرنسا وانا مقيم جنب مارسيليا. يعني دايما معظم وقتي بقضيه في مارسيليا. وبينما المدينه اللي انا مقيم فيها ديت هم نجوم اوروبا في الرجبي. فده اللي جنبك فريق مارسيليا، ومارسيليا دي عباره انت في محافظه عربيه يعني. انت قاعد في الجزائر. معظمها جزائر. انت في الجزائر. مش معظمها الجزائر، انت في الجزائر ومعاهم شويه فرنساويين كده. يعني هتلاقي هناك الجزائريين والمغاربه والتوانسه، بس طبعا الاغلبيه الجزائريين، اخواتنا الجزائريين. فانت بتشجع مارسيليا. هو رحت الاستاد وبعدين دخلت الاستور بتاعهم والجو ده، فبقيت قعدت فتره بقى تلاقي معظم لبسي كل اللطقم بتاعت مارسيليا. مرة تانية شفت فوز النادي الأهلي بالدوري إزاي السنة اللي فاتت؟ السنة اللي فاتت بعد خسارتنا مرتين يعني ورا بعض. أنا مستغرب أصلاً إن إحنا خسرنا مرتين، يعني مستغربها يعني. كل الأهلاوية قالوا نفس الكلمة، تيجي تسأل يقول لك أنا مستغرب يعني. أنتوا إزاي إحنا إزاي خسرنا اتنين دوري ورا بعض؟ الناس بتعايرنا رغم إن إحنا أصلاً يعني في السنوات اللي ما خدناش فيها الدوري ديت كأس عالم وأفريقيا برضه يعني حاجات ما حدش بيعملها أصلاً. بس انا كنتش بص اقول لك على حاجه عشان انا يعني مش تقليلا من الدوري، انا خلاص بقى اتعود. بص انا خلصت خلاص، انا عالمي انت فاهم، ودولي ولازم بقى يعني طموحاتنا في حته ان هنقابل ابطال العالم ازاي، وازاي نبقى ند، وازاي عايزين نشوف حاجه غير التالت العالم بقى، نخش على ميداليه حظيه بقى. الدوري كحاجه من تراثنا ان احنا لازم ناخد الدوري، وان الدرع ده بتاعنا ساعات بيطلع يعني نسلفه. طيب خلينا ناخد تليفون مهم كنا بنتكلم عنه منذ قليل، النجم الكبير احمد صلاح حسني. ازيك يا ابو حميد؟ سوني. سوني تمام حبيبي واحمد ده يعني اخويا مش عايز اقول الكبير، اخويا حبيبي يا احمد ده لسه مقطع فيك حالا. حبيب قلبي ده لا يمكن انا لا اي حاجه الا احمد وفيق يقطع فيها. لا ده قال لك ده فنان كبير ولعيب كوره كبير، ده حكى لي عن اجوان بتجيبها يعني. بص يا اسلام، بص اقول لك حاجه، انت اللي قاعد قدامك ده يمكن والله يعني انا يعني بدون مبالغه يعني هو بيفهم في الكوره ممكن اكتر من ناس كتيره قوي مارسوا الكوره او بيشتغلوا في مجال الكوره اصلا. احمد وفيق بس اهلاوي بقى مجنون يعني، هو اهلاوي ما عندوش يما ارحميني زي ما بيقولوا فاهم. يعني هو اول ما شافني اصلا خدني بالحضن عشان انا اهلاوي مبدئيا. ايوه انا بيه واحمد صلاح حسني بس. يعني للحقيقه يعني احمد وفيق من الفنانين المحترمين اللي انا بحبهم جدا. يعني مش عشان الكلام اللي هو قاله عليا خالص، بس هو فعلا يستاهل كل خير. راجل محترم، راجل يعني عارف عندنا في الكوره اسلام كده يقول لك ايه ده، ربنا طارف له حريف كده من يعني حريف. هو حريف بقى في مجال التمثيل قوي. لو في مجال الكوره سوني في بدايه شغلي خالص يا اسلام، في بدايه ما مارست التمثيل كان الموضوع بالنسبه لي برضو لسه باكسبلور وبفهم الموضوع عمل ازاي وبتاع. احمد وفيق من الناس اللي انا حببوني في الشغلانه، لانه عارف عنده خبره وبيبسط كل حاجه، بيساعد اللي حواليه، بيتكلم مع الناس كلها بطريقه كويسه، كل اللوكيشن بيبقى بيحبه. لا من الناس اللي انا بالنسبه لي هيفضل من الناس القريبه جدا لقلبي، ومبسوط جدا ان هو معاك في قناه الاهلي، وانا عارف ان هو مبسوط جدا يعني. هو هيقول كل اللي في قلبه دلوقتي. اكيد هو وحشني جدا يا احمد قوي 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 والله. لا يعني انا اتكلمت يعني اتكلمنا معاه علشان يكون طبعا ضيفنا خلال الفتره دي، وكنا سعداء جدا بوجوده معانا. لكن برضو يا ابو حميد انا عايز اسالك عن الكوره في مصر، شايف الكوره ازاي في مصر خلال الفتره دي؟ والله اقول لك الحقيقه طبعا شايف انه في جاب كبيره قوي قوي بين الاهلي وبين بقيه الانديه. اوكي. وده مش حلو يعني. حلو لينا احنا كاهلاويه طبعا. يعني حاجه كويسه جدا ان يعني يبقى النادي الاهلي بتاعك اقوى نادي في مصر، ده العادي بتاعنا او اللي احنا اتعودنا عليه او اتربينا عليه
او في الفتره الاخرانيه اللي هي بقى شويه حلوين يعني. النادي الاهلي الحمد لله يعني بعيد شويه، بدليل ان هو بينافس على كل البطولات، بياخد افريقيا، بياخد بيلعب فاينالات فتره، بنوصل لحد الفاينل. الجاب الكبيره دي مش حلوه. انا مشكلتي يا اسلام اقول لك الحقيقه، مشكلتي في ايه؟ في الناشئين، قطاع الناشئين. برافو عليك. قطاع الناشئين يا جماعه، احنا زمان في الناشئين يا اسلام احنا كنا نسمع عن بعض زمان، وانت طبعا يعني كنا بنسمع على بعض بين الناشئين. يعني انا متاكد ان احمد وفيق اللي قاعد قدامك ده سمع ان في ناشئ اسمه احمد صلاح حسني طالع في الفريق الاهلي، صح، صغيرين بيلعب ومش عارف ايه، كان زمان في كده. دلوقتي بالظبط انت المشكله الحقيقيه القطاعات الناشئين بقت كتيره قوي قوي يا اسلام، صح، وبقى الاوت كام اللي طالع منها ولا حاجه، مش مفيد. مش مفيد. يعني اسمهم بيتمرنوا وبيلعبوا كوره لحد ما يبقى عنده 15 16 سنه، وبعد كده مش مفيد لفرقه اولى. او اللي بيطلع، الناتج اللي بيطلع مش قد المستويات اللي بنشوفها دلوقتي حتى في افريقيا او في اوروبا. افريقيا طول عمرها جامده في الناشئين طبعا، بس احنا كنا في ليفل عالي قوي يا اسلام زمان. ايوه الفروق كانت واضحه يعني، الحمد لله احنا ايامنا، لان احمد اصغر مني مثلا بسنتين ولا حاجه، يعني احنا نعتبر جيل واحد. شوف احمد هو عنده كام سنه؟ اصغر مني بكتير. اصغر مني بكتير يا سيدي، ماشي، ما قلتش حاجه. اصغر مني ب 10 سنين. لا لا لا، الفرق بيننا مش كبير فعلا. لا لا فعلا، احنا جيل واحد يعتبر. جيل واحد اهو، كنا بنسمع على بعض طبعا، دول في الاسماعيلي ودول في الاهلي ودول في الزمالك ودول في القناه ودول في اسكندريه، يعني كنا بنسمع عن بعض. لا والمنتخب المجموعه كلها بالظبط. وتخش المنتخب تحترم اللعيب اللي قدامك حتى لو بيلعب في، فاكر كان بيبقى معانا لعيبه جايه من الاولمبيو، كان ابو تريكا لسه في ترسانه. كنت لعيب تقول ازاي ده مش معانا في السكواد، ازاي يعني بيمشي؟ كابتن حلمي طولان كان يجيبه وبيمشي يعني. صح. فكان في ناتج قوي جدا جدا من الناشئين بيصب على الفرق الاولى وعلى الانديه الكبيره والانديه اللي في نص الجدول، لكن النهارده الموضوع بقى بعيد. دي حاجه محزناني والله، يعني حاجه محزناني فعلا. عايزين بقى نشوفكم في عمل مع بعض قريب، عمل سينمائي بقى، بما ان الكوره دلوقتي، فنشوفكم في عمل سينمائي. احمد ممتع. بص، الروح الحلوه بتخلي العمل احمد جميل. هو احمد مش عايز اقول لك اكتر يعني، هو جميل، وكل اللي بيتعامل مع احمد بيبقى مبسوط منه. لا احمد من الناس اللي طول عمرها الحقيقه، من واحنا صغيرين لغايه دلوقتي، يعني احنا ما زلنا على علاقه قويه جدا، في كل وقت بنتقابل، بنقعد، بنعمل، وبعدين كوره يبقى كوره، تمثيل يبقى تمثيل، انت فاهم؟ فيعني يعني سعداء جدا بوجودك معانا سوني والله النهارده، ومكالمه لطيفه جدا ومفاجاه جميله جدا ان انت تبقى معانا النهارده. حبيبي يا اسلام، انت تؤمرني وبشكرك. احمد وفيق نفس الكلام. انا بشكرك جدا يا نجم. وانت يا اسلام جدا يا حبيبي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن او احمد صلاح حسني، يعني ساعات مش عارف اقول له كابتن ولا فنان. كابتن الفنان، صحيح. كابتن الفنان. احمد صلاح حسني. وخلي بالك في تقارب شديد ما بين الفن والكوره برضو، زي ما حضرتك قلت، اتكلمت عن المسرح مثلا. وبعدين انت بتعتمد في تمثيلك على ايه؟ على المهاره، على موهبه، ده موجود في الرياضه وفي الكوره. سبب شعبيه الكوره اللي قال لك ده لعيب فنان. أيوة. اللي هو المهاري ده، برافو عليك. هو انا مثلا حلو قوي دي. هو ليه الخطيب مثلا، الكابتن الخطيب ليه بالنسبه، معلش ما اعرفش اسيبه غير الخطيب. كل لا مثلا طبعا، هو بالنسبه لنا الخطيب كده، مسكته للكوره مختلفه. فعشان كده احنا بنقيس الكوره بالموهوبين وبتعلق بيها. اللعيب الموظف ده اللي هو بيشوط ويعمل حيطه يا ولد وبتاع ده، عشان كده اقول لك الفرق ما بين ميسي وكريستيانو، على الرغم من ده خد كل حاجه وده خد كل حاجه، ولكن الناس كلها رايحه لميسي، او المعظم يعني رايح لميسي، عشان الموهبه موجوده في رجله. انا بتفرج على الكوره، انا بحب اللي يعني غصب عنك عينك بتروح على ونفسك الكوره تروح للاعب المهاري. مين اللي فارق معاه، او مين لما اقول لك دلوقتي النادي الاهلي تقول لي انا بحب فلان على طول من غير تفكير؟ هو زمان كنت بقول كتير، كنت قايل الفريق بالاحتياطي بالغايبين. بس هو دلوقتي طبعا، دلوقتي بتتكلم على المؤثرين. انا عندي محمد عبد المنعم، ده لاعب عالمي.
لاعب بص ما يقلش الله، برافو عليك يعني، عارف كله هيروح لحد مهاجم. لا لا لا، محمد عبد المنعم انت عندك لعيب عالمي بجد، انا مش ببالغ. لا صحيح، حطه في اي اكبر نادي في العالم، حط في محمد عبد المنعم هيلعب. هيلعب وهيقول وهينطق فوق الناس يعني. محمد عبد المنعم كان من الناس اللي لهم دور كبير، ده بقى ده مسمار بجد، وفي الملعب راجل وبيدي ثقه على فكره للجمهور اللي بيشوف محمد عبد المنعم. في لعيبه لازم تبقى واخده بالها، عشان كده محمد عبد المنعم اتمنى ان هو يعني ما يبقاش عصبي، لان الجمهور بص عنده حته صح. لا لا بكلمه طبعا، لانه يعتبر في يعني يعتبر اخونا الصغير طبعا طبعا، واحنا جمهورك، احنا بنحبك وعايزينك تبقى احسن واحد في العالم. انا عايز كل لعيبه الاهلي يبقوا احسن لعيبه في العالم. محمد عبد المنعم هو بس يظبط الحته دي، لان هو لعيب فوق العادي، لعيب كبير قوي قوي. اتمنى ان احمد عبد القادر ياخد باله ان هو عنده كتير ولازم يقدمه. انا كنت سمعت ان هو كان زعلان والجمهور وبتاع، هو لازم ياخد باله ان الجمهور متعشم فيك اكتر ما انت متخيل. ما انا لو هاجمناك انت لو لعيب اي كلام مش انا محدش هيبص لك، هنهاجمك ليه؟ هيسيبك صحيح ولا هنبص عليك، لكن الجمهور متعشم فيك ان يشوفك حاجه من احسن لعيبه العالم كمان. فلما يهاجمك اعرف ان انت في حته تانية بيحبك، اشتغل عليها بقى، لان جمهور الاهلي بيحبك مستني منك. هو وعد قال ان هو حقيقي ان هو هيعمل. اتمنى انه يبقى بقى كل واحد عايز يثبت نفسه كاس العالم جاي. لازم كل لعيبه الاهلي دي كل واحد منهم يسعر نفسه بقى، يقول لك انا ما قلش عن اي لعيب في كاس العالم. فرصه طبعا، فرصه كبيره. عشان كده اتمنى ان يعني ده من الحاجات اللي امنيتها بتمناها، ان الاهلي بقى يرجع. تفكر انت زمان واحنا صغيرين كنا نسمع ان الاهلي بيلعب ويست هام، الاهلي بيلعب مونشن جلادباخ. انا فاكر ماتش مونشن جلادباخ ده ريال مدريد، كابتن الخطيب بوظ. خلاك ده حصل قريب برضو، احنا يعني ايامنا احنا كان ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، برشلونه. نعم، انت دلوقتي محتاجها اكتر ليه؟ دلوقتي محتاجها انت أكتر. بتلعب في مستوى، ما هو انت لازم تبدا تروح في السعوديه بقى يعني نجيب السعوديه. السعوديه دلوقتي يعني ما دلوقتي برضه بتنتمي. ايه رايك في اللي بيحصل في السعوديه؟ هل ممكن شايف ان هو طفره؟ هل شايف ان هو لا كويس جدا كويس هيكمله جدا. كويس جدا طبعا طبعا. لو بصينا على الايجابيات في كل حاجه، يعني كل حاجه بتحصل لصالحنا على فكره. يعني الناس قالت ان هناك الفرقه بقى مش هنعرف نحصلها وبتجيب كل لعيبه العالم. لا ده يعني ده تنبيه ان لازم نغير اليات الشغل عندنا في الكوره. احمد صلاح حسني دلوقتي كان بيقول لك الناشئين، ده حان وقت الناشئين انك تبقى اكبر مصدر للناشئين. حان وقت الاهتمام، بقى في جنبك سوق بيدي سعر للاعيب الكوره، سعر كبير كده بقى. ده محفز ولا مش محفز؟ محفز كده. بدل ما بتكلم في فلان فلاني عندي في الاهلي لعيب كبير، بدل ما بتكلم في 3 مليون هبيعه ولا ب 4 مليون، انت تقدر تتكلم في 15 وفي 10 بدل ما تقدر تثبت نفسك. لازم نبتدي نعمل ده. والاهلي لازم يكون عنده يعني بيروح يلاعب فرق في اوروبا، لان ده المستوى اللي انت هتقابله بعد كده. لك لو ركنت للمستوى المحلي، مع احترامنا للفرق المحليه طبعا، طب ما انت هتنافس في العالميات ازاي؟ خلي بالك، اصل برضو انت لما تيجي تبص على الفتره اللي جايه عندك فتره صعبه جدا. انت السنه الجايه عندك ابتداء من 15/9 لغايه اخر السنه انت عندك 6 بطولات او 7 بطولات. انا بتكلم لما يجي وقت الاحتكاك، يعني ما يكون عندك يعني دايما بيبقى لاعب الاهلي دلوقتي. وانا شايف ان ده طموح الاهلي، ده طموح اداره الاهلي، انه فريق يتحط يبقى ماركه وسط الفرق العالميه لا يختلف عليها، وتبقى خلاص اتثبتت في التاريخ مدى الحياه. ده محتاج منك ان انت تبتدي تلعب على المنطقه دي. ان احنا رايحين ننافس على كاس العالم. في ناس هتلاقي ناس تقول لك لا يا عم، احنا عندك النصر وعندك الهلال وعندك مانشستر سيتي. انا عايز تم النصر مغلوب اول ماتشين في الدوري. صحيح، انت غالب الهلال، دي فرقه كبيره على فكره. بالنسبه لي الهلال والنصر طبعا من الفرق. انا بحب النصر جدا من ايام ماجد عبد الله، مش من دلوقتي. يعني هو بالنسبه لي النصر فريق النصر فريق كبير من ايام كابتن ماجد عبد الله ما كان بيلعب فيه. يعني اللي جم جداد دول يعني هم بس حطوا اسماء عالميه كبيره. اسماء عالميه طبعا. لكن الفرقه ديت لما تيجي هتلاعبها، انت ما انت غالب الهلال بنص فريقك. صح، يعني اذا دايما حط قدامك تارجت عالي وحاول توصل له. يعني العب على اول العالم، ما وصلتش لاول العالم تبقى التاني يوم ما تقع. يعني
مباراة القاضية ممكن بتمثل لك ايه؟ لانه الماتش ده كان يوم 27 نوفمبر لو فاكر، 27 نوفمبر 2020. الماتش ده بيمثل لك ايه؟ لان الجون ده الحقيقة فرق في حياة ناس كتير وفي حب الاهلي ناس كتير. اه طبعا. لو هو كان ماتش طبعا انت بتلعب على قمة افريقيا. واللي بيلعبك منافسك التقليدي في مصر. هو طبعا برضو يعني فاطم فاطر كان هو المنافس برضو بتاعك في افريقيا. فلو انت ايه ثلاث اربع بطولات في ايه في بطوله في ماتش واحد. عارف انت اللي هو يعني شامبو وبلسم كده عارف باكج كده اللي هو هتصوت صوته هتخلص كل حاجه. فهو القضيه هنا مش حكايه ان هو عم خلص الماتش بس، ده انت قمت جايب شوف يعني كم بطوله في بطوله. طبعا ده الجون ده عم فكرنا بجون ابو تريكه في كان صفاقسي. يعني هو نفس الفكره نفس الشكل مع نفس ان الصفاقسي ده كان اقوى على فكره. انا الله. بالنسبه لنا انا الصفاقسي ده انا فضلت قاعد ساعه ساعتين ساعتين كده ساكت مش مصدق اللي هو حصل. يعني لو انت خلاص انت تعرف ان الماتش انا خلاص وديت وشي الناحيه الثانيه ما بتفرجش. الماتش ده انا بلعب ناحيه اليمين. فانا ما كنت بلعب ناحيه اليمين، جمهور الاهلي كانوا 30 40 واحد قاعدين ناحيه اليمين خلاص. فلما الجون دخل فانا انا جوه الملعب. فانا ما رحت يعني لو تاخد بالك لو الاحتفالات جابوها انت ما كنت عارف ان في جون. نعم ما تعرفش ان الجون جه. لا عارف ان الجون جه بس انا احتفلت مع الجمهور الاهلي ساعتها ال 20 30 واحد اللي كانوا موجودين. قعدت احتفل معاهم. قعدت احتفل اللي هو جمهور بقى كنا جمهور تونس كله. ده يعني كانوا بيحتفلوا اصلا. كانوا بيحتفلوا. اللعيبه كانت بتحتفل. فانا اتبسطت ان انا جنب جمهور الاهلي ال 20 30 واحد اللي موجودين فاحتفلت معاهم، فما طلعتش في ولا صوره في اللي هناك في فرحه اللي هو كان ابو تريكه بيجري وبينط على مانويل جوزيه والحضري جالهم وانا واقف هناك الناحيه الثانيه. ما الماتشات دي والاجوان دي اللي بتقوم كده يعني الاهلي. اللي هو انت اوعى تحتفل قدام الاهلي. ايوه. واتقالت كده يقول لك اوعى تحتفل قدام الاهلي. يعني مثلا اصدقاء ليا في المغرب، اصدقاء ليا وبنقعد نتكلم في الكوره والناس روحها حلوه يعني. قلت لهم انتوا كنت هتاخدوا الكاس، مشكلتكم ان انتوا فرحتوا. اوعى تفرح قدام الاهلي، الاهلي لا تامن جانبه. الاهلي لحد قبل الحكم ما بيصفر اللعيبه نفسها عندها امل انها هتفوز. لازم على فكره وهتلاقي كل المحللين بقى في يعني المحللين كنت بتحلل في مودرن سبورت على ما اتذكر. حللت مودرن سبورت. صح؟ حللت كذا ماتش كده فعلا؟ وكان على فكره كتير من لعيبه الكوره بقى الاصدقاء ليا او مدربين يقولوا لي انت ما تكمل بقى كمل. مره حلقه منهم كان معايا كابتن وليد صلاح الدين. وكان معايا كابتن هشام حنفي. كان في بدايات مودرن بقى، كان بدايه الاعلام الرياضي يظهر الزخم اللي فيه. يعني لما كنت بتحلل المباراه كنت بتفكر ازاي؟ يعني كنت بتتفرج على الماتش تقول اللي انت شايفه ولا كنت بقول اللي انا شايفه كمشاهد ما بعملش فيها بعملش يعني فيها يعني يورجن كلوب. وبعدين الجرأه جايه لي لان بشوف ناس بيقعدوا يقولوا اي كلام. يعني في لعيبه كوره يعني ما كانش لهم حل في الكوره، ما لهمش حل. ما بيعرفوش يتكلموا. يا سلام لو بيحللوا، لو مستواهم في التحليل ربع مستواهم هم بيلعبوا كوره، ده كان يبقوا من اهم المحللين في العالم. لكن لا بيقولوا اي كلام وفي مالوا. طبعا في محللين انا بستناهم. فقاعد مستني اشوف رايه ايه، حتى لو اختلفت معاه عنده وجهه نظر وكان بيلعبها انا ما لعبتهاش بس انت مصدقه وشايف ان عنده مصداقيه. وفي مجموعه بتطلع تعمل ترندات ومنهم ناس صحابي على فكره يعني بيطلعوا يعمل ترندات بتاع اقول هسخن لك الحلقه. طب اقول لك ايه، ما تيجي نتخانق مع بعض. معروفين بالاسم. ما تيجي نتخانق مع بعض وانا هزعق لك وانت تقول لي لا وكده ده بيحصل. ده بيحصل طبعا. ده بيحصل طبعا. اللي احنا بنشوف الكواليس دي برضه بيتحكى لنا يعني. وبتبقى باينه. انت بتشوفها بتعرفها. بتبقى باينه. ده شغلك شايفه. ايه وبعدين ايه تلاقي في جمله مش في مكانها. اللي هو يعني عايزين تحول الدفة ومش موضوعنا فتتكلم في حاجه مش ده الموضوع. وبعدين فكره اختلاق الحاجات بقى. يعني مفيش موضوع ويبقى موضوع. زي مثلا الكابتن سيد عبد الحفيظ لما أنا رأيك صحيح في هذا الأمر إيه؟ ده اسمه في الأهلي اسمه تغيير. ممكن عند ناس تانية يسموه إقالة، استقالة، واحد رمى التليفون في وش التاني، لكن في الأهلي حاجة اسمها تغيير. أنا عمري ما سمعت ده حقيقة يعني وشوفها كده واسأل فيها، هل في مرة مدير كورة
مسك مدير كره في الاهلي وما كانش جامد. لا الحقيقه كلهم اسماء كبيره ده جدا، ده ما فيش حد منهم وحش. صحيح، ده دي من الحاجات يعني اللي ما تعرفش تقول سيستم الاهلي ده من اول ما من اول كابتن ترزيب والكابتن صلاح حسني ومن اواخر والكابتن ثابت البطل ده اللي انا يعني فاكرهم، كابتن علاء عبد الصادق ده برضو من الاسماء الجامده، كابتن محمد رمضان، كابتن محمد رمضان، كلهم نجحوا. كابتن طارق سليم وكذلك طبعا. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا نجح طبعا. كابتن صلاح حسني كان لاعب كرة انا كنت مغرم بيه. لما مشي انا اعتبرته ده التغيير العادي، مفيش حد فضل بيحصل يعني ده العادي، وفي ناس بقى فجاه بقى موضوع استاذ حفيظ ده اللي شفناه من كام سنه، حفيظ ده دليل على انه جندي من جنود الاهلي اللي هو لو الاهلي قال له ايه هيعمله. وده اسمه تغيير، لان انت كنت في مكان حلو ولما بتسيب الاهلي لما بتسيب المكان ده بيبقى اسمك كان مدير كره للاهلي، بتفضل زي السفير السابق يعني كلمه سفير الوزير السابق يعني مش واحد كده مش هيبعد انا متاكد ان لا يعني يبعد فين؟ يبعد فين؟ لا هو ما يقدرش يبعد، واللي بينجح في الاهلي بيقعد تابع بمعنى الانساني بيقعد تدويره واستغلاله. صحيح، اذا ما كانش في المنصب ده هتلاقيه في المنصب ده، هتلاقيه في المنصب ده. اما انت كنت لاعب كوره كبير وكسبناك اعلامي واداري في بعض الاوقات، كابتن حسام غالي كمان حرفه الاهلي صحيح دلوقتي في مجلس الاداره، احنا كجمهور بنشجع ده على فكره. فرحانين ان صح كده الكابتن ده قاعد الاهلي كتير حلو انه موجود مش عارف ايه ده واجهه حلوه الاهلي وجوده مهم. يعني سارة حافظ قبل ما يعتزل كنت قاعد اقول ده مين اللي هيعوضه ده؟ لانه كان مكوك برضو كان طبعا لا سيد ده كان فرقه يعني نجم كبير لولا الاصابات الحقيقه. الاصابات هي اللي يعني ركبته 20 مره مثلا. ده كان مثلا قبل ما يعتزل قلت ده مين ده اللي هيعوض سارة حافظ؟ كانت كده صحيح. فلما تلاقيه بقى مدير كوره تقول كسبناه تاني في الملعب. فانا شايف ان حاجات بص الناس بتحاول تكبر الموضوع. خالد بيبو برضو وجوده في هذا المنصب. لا بيبو طبعا من حرفتنا الجامدين قوي. لو خالد وكابتن خالد بيبو هو برضو ملاعب، هو على فكره قليل الكلام واللي قليل الكلام ده تقلق منه هيبقى جامد قوي. جامد قوي. والكابتن خالد طبعا نجح في قطاع الناشئين. كان مذاكر كل حاجه. كمان هو كان من النجوم اللي خدوا شعبيه، هو برضو يعتبر خلص بدري. لا بيبو خلص خلص بدري حقيقي. ده يعني ده كان برضو كان خلاص يعني اتأثر في كام في هو ماتش ده يعني في اقل فتره بقى من اساطير الاهلي. صحيح، ومن اللعيبه اللي كنت تحب تتفرج عليهم وهم بيلعبوا يعني. صحيح، اعتقد انه هيبقى اضافه جديده من اضافات الاهلي، هيكمل مشوار كل النجوم اللي مسكوا المنصب ده. السنه الجايه بقى يعني بتبص لها ازاي في ظل هذا ال محاوله الحفاظ على النجاح الضخم اللي حصل؟ ان انت نفس السنه الجايه اقوى. هتبقى اصعب على الاهلي على فكره. يعني الاهلي لازم يعني يهتم بالدوري المحلي، لان الدوري المحلي مش هيبقى سهل ولا افريقيا هتبقى سهله، لان خلاص هنبتدي نستعد للاهلي. انت لو تابعت الوداد عاملين شويه صفقات شويه صفقات لوز يعني يعني الحاجات ديت. وعلى فكره هم هناك يعني بيبقى فلوس اقل من اللي بيدفعها هنا، فانه يجيب الصفقات دي يبقى بيدور على ده معناته ان عندهم اولا عندهم ناس بتعرف تنقي. اوكي، بلس ان هم بيستعدوا للدوره. عندك من مصر عندك بيراميدز عامل سكواد ناقص يشتري افريقيا بقى افريقيا يشتريها يعني ده بيتقوى. فيوتشر بيعيدوا جدولته من اول وجديد كلاعيبه بيجددوه. الزمالك فريق كبير على فكره طبعا. الزمالك والله اشترى لعيبه اشتراش لعيبه، يظل الفرق الكبيره طبعا فرق كبيره يعني. الاسماعيلي شايفه ازاي السنه الجايه؟ لا الاسماعيلي ده موضوع كان المفروض نفتحه، بس يعني ايه عايز اقول لك حاجه، دي برضو من الحاجات اللي بتزعل ان في ناس بتعمل ضغينه بين الجماهير الاسماعيلي والاهلي. طب اقول لك على حاجه ورهان زي ما كلمتك كده في اللي قبلها، عدد جماهير الاهلاويه اللي بيشجعوا الاسماعيلي اكتر من عدد سكان الاسماعيلي اللي بيقدروا النادي الاسماعيلي وبيحبوه طبعا. انا بحب الاسماعيلي وكل وفجاه كده يعني الحاجات دي مش عارف لصالح مين اصلا، انه يسخنوا ده على ده. طول عمر الاسماعيلي جمهوره في كل مصر يعني، هتلاقي في كل هتلاقي اهلاوي بيشجع بيحب يتفرج على الاسماعيلي وعايزه يبقى مش عايزه يبقى مستوى وحش، لانه برضه فاكهه عندنا. الزملكاوي بيحبوا الاسماعيلي، انا في المنصوره هتلاقي منصوره بيحب يتفرج على الاسماعيلي. يعني
الحاجات دي بقى بدأ المفروض بقى ننساها ونفتكر الحاجات الكويسه. الكابتن الجار ده مش كان نجم الاهلي؟ طبعا الناس كانت بتقعد تهتف باسمه وهو بيشجع المنتخب وراح شجع وراح درب الزمالك. كابتن حسن شحاته مش من الزمالك وكان بيدرب منتخب مصر وكنا كنا بنهتف باسمه. هي دي بقى الكوره في مصر المفروض تبقى كده. لكن يا ريت بقى المجموعه اللي بيقعدوا يطلعوا يرموا افات على بعض، احنا بنعرف نرمي افات ولا دي شغلتنا؟ دي شغلتنا يعني. انت تخيل لو طلعت احمد فهمي مثلا يقعد يقول افيهات مثلا، لا ابيض ما شغلتنا صحيح. لكن الموضوع مش هنا، الموضوع ان احنا نحافظ على شكل الكره بتاعتنا. احنا بنحاول دايما، انا بشوف كده، انا بشوف ان الاهلاويه دايما على قد ما يعني احنا في ظل الازمات اللي كانت بتحصل الثلاث سنين اللي فاتوا مثلا مع بعض الاسماء اللي بتنتمي لانديه اخرى وكانوا بيطلعوا يشتموا وينتقدوا اسماء معينه يعني طبعا معروفه. احنا عمرنا كنا دايما لما بنطلع مثلا في قناه الاهلي كنا نقول لهم دايما يا جماعه احنا هنا بنطلع بشعار النادي الاهلي، فشعار النادي الاهلي بيخليك برضو تحافظ على ان انت ما ينفعش تتكلم زي ما هما بيتكلموا او زي ما هو بيقول. عندنا رئيس النادي بتاعنا انا عمري ما شفته بيتكلم غير، انت شفت انت الاعلام التونسي بيوصفه ازاي؟ كل كلمه كده يعني. والمغرب ان في يعني ناس من الجمهور في المغرب من صحابي انا بيقولوا يا اخي بختكوا يا اخي بالكاريزما اللي عندكم ده، يعني الناس بتتكلم كده، يعني الناس بتتكلم من منطق شايفينه رئيس بجد، قليل الكلام بيتكلمش. هو في حد عمل كابتن خطيب انجازات كلاعب كوره وكعضو مجلس اداره وكرئيس لما تيجي تحسب البطولات؟ مش حد عمل ده؟ لا 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 ما حدش عمل. انا عمره ما اتكلم عن نفسه. لا الحقيقه لا. عارف لما بنكلمه ونقول له يا كابتن احنا هنضايق يقول لك ما النادي الاهلي ما حدش اتكلم عليا على اسمي. بالظبط. في كاس الامه في نهائي الكاس ان الكابتن حسام غالي يبقى موجود هو اللي بينزل بينما رئيس النادي موجود. دي حاجات دي رسايل ده الاجيال. ده الاجيال. برافو عليك. ده الاهلي ان الاجيال القادمه بصوا الاهلي بيتعامل ازاي. بالظبط. في وجود رئيس محترم واسطوره كبيره زي كابتن محمود الخطيب. اخيرا لو عايز تقول اي حاجه تخص تقولها لجمهور الاهلي، تقولها لاداره الاهلي، للفريق، خلي بالك احنا برضو الالعاب الاخرى احنا عاملين. لا ما انا متابع، انا متابع. احنا السنه دي برضو حاجات قويه جدا في الطايره وفي السله كله في كل طايره وسله وكله راح كاس العالم وكل احنا رحنا كل كاس العالم على الطايره. اتمنى طبعا ان اداره النادي تفضل يعني مصرة على تدعيم الألعاب التانية لأنها جزء من اسم الأهلي، الماركة السينيير بتاع الأهلي ده السينيير دلوقتي في العالم، فمرتبط أي حاجة هتطلع في الأهلي. لما تخش فرع من فروع الأهلي لازم يبقى A1، لما أي فريق من عندك لازم يبقى نفس الفكر، يعني زي جماهيرية الكورة كده. إحنا كجمهور بقى لازم نبتدي ننجم كرة لعبة اليد، لاعب اليد بيبقى عارف على فكره الحمد لله لعيبه السله لعيبه طارق ان هم يستحقوا ده، اللي بيرفعوا اسم الاهلي، اللي بنوا الهرم اللي كان في الاحتفال ده. ده لعيبه وادارات مش كره بس اكيد. طبعا طبعا انت فاهم، فلازم اكيد يبقى لهم نصيب من الهرم ده يعني ان شاء الله. انا بشكرك جدا بالفعل، كان حوار مختلف، طلعتنا بره التقليديه اللي بناخدها دايما او متعودين بيها ان احنا مش تقليديه ولكن هو هي الكوره كده او يعني الكلام في الرياضه دايما كده. فانا بشكرك جدا والحقيقه سعيد جدا بوجودك معانا النهارده، سعيد. وسعيد باهلاويتك، سعيد بتحليلك الرائع، سعيد بعدم تعصبك ولكن تعصبك للاهلي بعيدا عن الغلط في اي حد تاني. فانا بشكرك جدا على هذه الحلقه وبشكرك جدا على ان انت لبيت دعوتنا في وجودك معانا. انا سعيد جدا وسعيد بوجود في البيت الكبير ومع نجم في قيمتك كده جماهيرك. طبعا احنا برضه انت من النجوم اللي اثروا في جماهير الاهلي، ويا رب دايما في تقدم للاهلي ولقناته باذن الله. بشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا جزيلا للنجم الكبير احمد وفيق. حلقة مختلفة ولكن إن شاء الله تبقى دايما حلقاتنا مختلفة، وهذا هو النادي الأهلي وهذا هو البيت الكبير. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.